أيضا متابعة والمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل ينضم إلينا دكتور أمجد الشوى رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. دكتور شوى، بعد التحية، تطورات الأوضاع حتى الآن كيف تتابعها؟ يعني نحن نتابع بخطورة بالغة ما يحدث الآن على الأرض. إسرائيل تزيد من كثافة عدوانها على قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي واضح على الأرض خلال عمليات القصف المستمر والمتواصل، وعملية أيضا التجويع في إطار حرب أعداد الشهداء تزداد بشكل كبير جدا، وأيضا عدد من يسقطون من أطفال جراء سوء التغذية والجفاف يتزايد، تزداد عدد الوفيات بين صفوفهم. وفي ذات الوقت التخاذل المجتمع الدولي، يعني حتى الآن ما حدث مجزرة قبل ثلاثة أيام في شارع الرشيد، بينما كان العشرات الآلاف ينتظرون الغذاء يتم إطلاق عليهم من إيران، فشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ حتى الإعراب عن القلق وليس فقط الإدانة أو طلب المساعدة. اليوم هذه الإجراءات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة، وإسرائيل تضرب عرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأبسط القيم الإنسانية. هذا ما يحدث الآن على الأرض غير مسبوق، وليس فقط على الواقع الفلسطيني أو واقع المنطقة، بمستوى العالم أجمع. الجميع يجب أن يكون على قدر المسؤولية تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف هذا العدوان بشكل كامل. كل لحظة تمر هناك المزيد من تفاقم المعاناة ومزيد من الأوضاع الإنسانية المتدهورة. إذا عن تفاقم المعاناة، هذا يقودنا الحديث أنه لابد أن تكون هناك إجراءات فاعلة وسريعة تتناسب وتتواكب مع حجم الكارثة، لأن كل لحظة بطبيعة الأحوال تؤثر وتمثل ضغط حقيقي على مصائر الشعب الفلسطيني. بالفعل نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة وفورية الآن فيما يتعلق بوقف هذا العدوان. يعني محكمة العدل الدولية اتخذت مجموعة من التدابير باتجاه وقف حرب الإبادة، وإسرائيل يجب أن يجب إلزامها بهذه التدابير لوقف حرب الإبادة التي تمارسها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. أيضا فيما يتعلق بوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على قطاع غزة، في ذات الوقت إدخال المساعدات ستدخل، هي تمثل قطرة في بحر الاحتياجات التي يحتاجها شعبنا الفلسطيني سواء في غزة أو الشمال أو بالمناطق المختلفة سواء بالجنوب. هناك تقريبا 1,900,000 نازح موجودين، معظمهم في مراكز الإيواء أو في مخيمات من القماش لا تقيهم. هناك طبعا 3 من 4 يشربون مياه ملوثة، وهذه لها تأثيرات على المستوى القريب والبعيد المدى على صحة الشعب بأكمل. هناك كارثة بمعنى الكلمة، ندخل مستويات معقدة ومركبة منها، والتحذير واجب، وأيضا العمل باتجاه وقفها هو مسؤولية كافة الأطراف العربية والدولية ما يقوم بالاحتلال الإسرائيلي. صحيح. إذا هي مسؤولية تقع على عاتق وكاهل الجميع على المستوى العربي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، ولكن إذا ما توفرت الإرادة ورغبة الصادقة لحلحلة هذه الأزمة، الإشكالية ليس فقط في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية والعلاجية والإنسانية، وإنما في وقف الحرب ووقف العدوان. كل هذه الأمور تحتاج إلى تحركات جادة بطبيعة الأحوال. بالفعل كما ذكرت هناك حاجة ماسة الآن لتوفر هذه الإرادة. يعني أكثر من 30,000 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، هذا فقط إلى جانب العشرات الآلاف من الجرحى. هناك 20,000 من بترت أقدامهم وأطرافهم وأيديهم. هناك أيضا الأمراض المزمنة الذين يتوفون يوميا بدون بسبب عدم توفر العلاج. هناك عشرات المؤسسات الطبية من مستشفيات ومراكز طبية خرجت الخدمة. هناك مستشفيات تعمل بدون الأدوية المخدرة لإجراء العمليات. هناك مرضى موجودين على أرصفة المستشفيات. هناك واقع إنساني، يعني هو الجميع متى يعرف لأنه هذا حرب مباشر، فالجميع يعرف تماما هذا الواقع الإنساني الصعب. ولكن للأسف الشديد
الإرادة لا يعني غير محققة حتى الآن باتجاه وقف هذا العدوان بشكل كامل. الأوضاع إذا كل لحظة تمر بدون اتخاذ قرار جدي من المجتمع الدولي، هناك المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين بشكل عام. الإجراءات التي يجب اتخاذها ذكرت ومعروفة من خلال التدابير التي ذكرتها وقررتها محكمة العدل الدولية. اليوم المجتمع الدولي مساهم، اما قانون الغاب الذي فرضته دولة الاحتلال الإسرائيلي، واما القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، هذه سابقة ليس فقط على المستوى الفلسطيني، سابقة على العالم أجمع. إذا لم يكن هناك مساءلة ومحاسبة ووقف لهذا العدوان، هناك ثمن يتجرأ مرة أخرى ومرات عديدة على المنظومة حقوق الإنسان والمنظومة الدولية. يعني الحديث عن فكرة عدم وجود مساءلة أو محاسبة حقيقية لإسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها وتمارسها يوما بعد الآخر، إذن هل هناك فائدة من المسارات الأخرى التي تتجه على المستوى السياسي، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى المتعلق بتوثيق الجرائم الإسرائيلية المختلفة وذهاب بها إلى محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية؟ يعني قضيتنا الوطنية الفلسطينية تنطلق من مبدأ العدالة، ونحن كشعب فلسطيني متمسكين بمبادئ حقوق الإنسان، وهي متفقة بقيمنا ومبادئنا كفلسطينيين. المطلوب اليوم هو على العالم أجمع أن يجيب عن هذا السؤال، إما أن نفرض منظومة جديدة تتجاوز فيها الأبعاد القانونية ومبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة، وإما أن تفرض هذه المنظومة. فبالتالي المجتمع الدولي مطالب بالإجابة على ذلك من خلال هذه الشواهد التي شهدناها، والدفاع أيضا من قبل الإدارة الأمريكية على دولة الاحتلال الإسرائيلي. منظومة مجلس الأمن الدولي اليوم من خلال فرض الفيتو على أي قرار لحماية المدنيين وبخاصة المدنيين الفلسطينيين يتم تسييسه من خلال فرض الفيتو ومنع أي قرار بحماية المدنيين الفلسطينيين. حتى الإعراب عن القلق ذات إشكالية كبرى لمجلس الأمن الدولي. صحيح، أشكرك جزيل الشكر دكتور أمجد الشوى رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على هذه المداخلة والمشاركة معنا.